إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني عميد خالد المحجوب من استوديو الشهيد مفتاح بوزيد. أهلا بك سيادة العميد في نشرة الأخبار. وما الذي حققته تركيا حتى الآن؟ هل هو فعلا دعم للشرعية كما يقولون أم أنها أطماع ظهرت حقيقتها مؤخرا؟ نعم سيدي الفاضل، أحيي الجميع، ومباشرة نؤكد أن تركيا اكتشفت أنها لم تحقق أي نوع من الإنجازات سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو حتى على الصعيد الاقتصادي. فالمنطقة التي أصبحت الآن تحت سيطرتها وتديرها مباشرة وتصرح من خلالها من أنقرة من تركيا بتصريحات في غياب كامل لأي وجود ليبي أو لأي قرار ليبي حتى وإن كان كاذب بلا شرعية. طبعا تركيا اكتشفت الآن أنها لم تحقق شيء، فالموارد النفطية والمنطقة الغنية بالنفط هي في الشرق، حتى الاتفاقية البحرية التي تم توقيعها أيضا تحت يد القوات المسلحة، وبالتالي أصبحت الآن في موقف طبعا وأصبحت فيه لم تحقق شيئا، وبالتالي أظهرت حقيقتها، وهي مناورة تكتيكية ومناورة مهمة جدا يجب أن نتحدث عنها في قطع الطريق وفضح تركيا ودورها والإخوان وما يسعون إليه في ليبيا من خلال ما حصل في تغير الموقف، والذي رآه كثيرون ربما من جانب آخر، ولكن القيادة الحكيمة والرؤية الواثقة والبعيدة المدى وبعيدة النظرة عرت الموقف التركي. كانت هناك أغراض تركية لإلهاء القوات المسلحة في طرابلس والاتجاه إلى السيطرة على منابع النفط من خلال تواجد القوات المسلحة في تلك المنطقة، ولعل ما تم من إعادة تمركز وتموضع وأيضا تواجد لقواتنا على المنطقة الهامة الحيوية التي تسعى تركيا للسيطرة عليها، والزخم الكبير من القوات التي تواجدت الآن والمحافظة على جيشنا، يعني كأن إدراك القيادة العامة لما تنويه تركيا وما فضحته هو نقطة هامة جدا أصبحت عليها الآن تركيا. ولاحظتم تغير الموقف الدولي والدول التي أصبحت ترفع أو تنادي بصوت عالي ما الذي يحدث. طيب سيادة العميد، بعد تدخل مصر اليوم كيف تقيم الموقف المصري من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بالتأكيد المناورة التي قامت بها القوات المسلحة، قيادة القوات المسلحة في إعادة التمركز وإظهار أن المعركة معركة وطن وليس معركة موقع أو مدينة أو منطقة، كانت مهمة جدا في أن هناك كما تعلمون مخطط رهيب من الإخوان للسيطرة على المنطقة، ومصر تدرك ذلك لأن الإخوان يديرون التنظيمات الإرهابية وهم من على طول المدة التي كان لهم نشاط فيها منذ بدء هذا التنظيم، وهم يصنعون ويديرون وهم أداة لإدارة التنظيمات الإرهابية المختلفة. لاحظتم من خلال ما حدث في المنطقة الغربية تغول التنظيمات في صبراتة، ظهر داعش في أيضا حتى في ترهونة في مسلاتة، هناك مشروع لإعلان إمارة. يعني ما الذي حققته تركيا؟ أولا حققت أنها مكنت الميليشيات